كل سنة وانتم بخير ورمضان كريم. احنا النهاردة كام يا أولاد؟ النهاردة 29. يا نهار أبيض يا جماعة، خلاص كده؟ معقول؟ رمضان هل علينا. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيده عليكم بالخير وبالصحة وباليمن والبركة. أنا مش عارف إيه سر الارتباط ما بين رمضان والمخلل. حقيقي حاولت ابحث في ده واقرا فيه قدر الامكان، ما لقيتش ارتباطات اكتر من ان احنا عمليا غالبا بنتلكك علشان نكتر من اكل المخلل حبتين. يقول لك عشان يفتح يعني واحد صايم من صباحيه ربنا لسه محتاج فتح نفس. مش دي القصه، الف هنا على حضراتكم. المخلل وبالطريقه المصري، واصل الطريقه المصري بتاعت المخلل حاجه تانية. والله بتكلم بجد، حاجة تانية غير المخللات اللي بتتعمل في الدنيا. احنا لينا طريقة كده ولينا تتبيلة، يقولك التحييقة بتاعته. صح يا زيمة؟ زي الكبدة المصري مثلا اللي هي بنسميها الكبدة الاسكندراني، هي اصلا اشتقاق من طبق كبدة بيتعمل في اليونان اصلا، بس احنا بقى برضو غيرنا فيها حبتين. زي اللي يقولك مثلا الكباب والكفتة مختلفة تماما. طب انا عايز اقولك الفول المدمس بطريقتنا غير الفول اللي بيتم تدميسه في اي حته في الدنيا. احنا بنعمله بطريقه معينه، سواء اذا كان في طريقه التسويه والتتبيلات اللي بتتحط عليه. لا احنا كده مش هنخلص، انتوا عارفين اول ما بنتكلم عن الاكل بتبقى الحكايه صعبه، وخصوصا في وجود زيمه فوق في الكنترول كمخرج للحلقه، لان زيمه برضو غاوي اكل زي ما هو غاوي رياضه، يديله الصحه يا رب. فخلونا نتكلم شويه على في التقرير بتاعنا ده، هنتكلم على المخلل بتاعنا، الطبق اللذيذ الحبوب اللي بنحطه جنب الفطار، والغريب ان احنا بنحطه كمان جنب السحور. يا سلام. ولما تنزل بقى عند السيدة زينب، شيل الله يا سيدة يا بنت بنت النبي، تلاقي كده في هناك محل زغنطوط بس قدامه شوية اطباق مخلل. اوه، والوانك ليمون على جزر على خيار على المشكل، وبالذات الفلفل، كتر لي والنبي من الفلفل يا معلم. تعالوا نشوف حدوتة بتاعت تامر أحمد، تاريخ في صناعة المخلل الجميل اللذيذ. حاجة كده متوارثة عند تامر، المهنة متوارثة بقالها 300 سنة، يا رب يبقوا 3000. شوف التقرير وكمل الكلام. تامر احمد، مواليد الخليفه. المهنه ديت لو احنا حسبناها من ابتدت من امتى؟ من الفراعنه، عشان هم لما كتبوا الحاجات اللي على الحجره التخليل اللي هي بتاعه الاسماك، فعرفنا ان هم كانوا بيخللوا. نيجي بقى للحاجه اللي تخصني انا، حوالي 7 جدود 8 جدود. لما سالت عمي الله يرحمه برضو كان عنده اكتر من 80 سنه، قلت له انتم المهنه دي، قال لي ده ابويا وحوالي 7 جدود، فهم اللي قالوا لي طبعا على موضوع الأدومية بتاعت المهنه، الناس الكبار بتوعنا ربنا يرحم الجميع. كل صنف وليه طريقته في تخليله، يعني في صنف يقعد مثلا يومين ثلاثه، في حاجات تقعد حوالي 3 أو 4 أشهر، في حاجات تقعد شهرين. كل صنف بيختلف غير التاني في وقت تخليله أو في الشغل أو في التعامل معاه بالملح وفي التخليل. يعني مثلا الزيتون ده من أصعب الحاجات، بتاخد وقت لأن بيبقى مر جدا، فبياخد مرحلة الخديع وبعدين ياخد مرحلة التخزين، وعلى ما تيجي تاكله يعني من 3.5 أشهر 4 أشهر اقل حاجه. وكل ما يزيد في تخليله يكون طعمه افضل. يعني في فاكهه بتتخلل زي المانجا، الخوخ، المشمش، واكتر حاجه شغاله وافضل حاجه من وجهه نظري انا المانجا. وفي برضو خضروات تانية بتتخلل غير اللي هو زي الخضروات اللي هي بتتبخ، انا اسف، يعني زي البسله والباميه والفاصوليا، دول برضو ممكن يتخللوا.
نفس الشغل اللي احنا قلنا عليه برضو، نفس الطريقة بتاعتنا. في حاجة اسمها مرحلة خديع، وبعدين مرحلة خزين، وبعدين مرحلة حلاية أولى وتانية وتالتة، وبعدين تتعرض بقى بالمية اللي هي مدقة، المية المخل، المية اللي هي متوابل. دي بتبقى مية الشرب غير مية التخليل، دي بتبقى حاجة ودي حاجة تانية خالص. الأرزاق بالله، ثم طبعا كل واحد فينا بيتقي الله في شغله وربنا بيكرمه. على قد ما انت يعني بتكلف الحاجة او بتنظف الحاجة اللي انت بتعملها او بتبقى مقتنع بالحاجة اللي انت بتعملها، بتبص لها ربنا بيكرمك. لكن وسر النجاح لأي مهنة ولأي عمل انك تتقي الله في شغلك، واللي انت تقبل انك تاكله تاكله للناس. لا ده طبعا اهم حاجه، ده من يعتبر من الاساسيات في رمضان، الطرش والمخلل والحاجات دي كلها اساسيات في رمضان. الناس كلها بتيجي قبل الفطار كده، كله بيروح على محل الطرش ياخد، واساسيات دي يعتبر من الاساسيات الطرش ده كله. ده عامه هو المخلل في رمضان لازم يتحط على وجبه الفطار، بس هو عامه حاجه مقدسه في البيت. المخلل فاتح للشاي للاكل، لازم في الاكل يبقى فيه حاجه يعني مخللات وكده. المخلل والطرش حضرتك بدات ماده اساسيه في رمضان، خلاص تعودنا عليها من ايام الجدود، وبعد كده الاب، وبعد كده احنا حضرتك، وعلاقته جميله جدا. دي ماده اساسيه، المواد الاساسيه الغذائيه على الفطار.